مشجعي قناة شوف تفير، حكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة بن سليمان. البوليس ديال أكبر حملة ديال الماطر اللي ما عندوش أوراق واللي ما عندوش أوراق واللي ما عندوش الكاس، كيتم اقتياد الموتور ديالو مباشرة، كيتم الضبط ديالو قوما على المباشر. كيف ما كتشاهدوا معنا متابعي قناة شوف تفير، اي موتور ما عندوش الوراق ما عندوش كاس كيتم التوقيف ديالو الان قوما على المباشر. متابعينا الكرام، كيف ما كتشاهدوا معنا متابعي قناة شوف تيفي، نتوما معنا بث مباشر من مدينة بن سليمان. فالأمن الوطني البوليس بن سليمان داير أكبر حملة على المطر، أي موتور ما عندوش الوراق ولا ما دارش الكاس كيتم التوقيف ديالو والاقتياد ديالو مباشرة. اي واحد ما دارش الوريقه ديالو ما دارش الكاسك ديالو كيتم التوقيف ديالو. كان هو معنا بث مباشر متابعينا الكرام متابعي قناه شوف تيفي، انتم معنا مباشره مدينه بن سليمان. فالامن داير خدمته كما شفتوا معنا، اي موتور ما عندوش الوراق او ما دارش الكاسك كيتم التوقيف ديالو. كيف ما كتشدو معانا فجات دابا الديباناج باش تزاد الماطر اللي ما دايرينش ما عندوش القانون ديالو. هو معنا على المباشر متابعينا الكرام، ماشي كيتفرج
كما كتشهدوا معنا متابعينا الكرام متابعي قناة شوف تي في، فأي موتور ما عندوش الوريقات أو ما دارش الكاسك كيتم التوقيف ديالو على المباشر. متابعينا الكرام بقاو معنا في بث مباشر من مدينة بن سليمان. كما كتشوفوا معنا المباشر متابعينا الكرام، فالآن الماطر كيطلع فيهم الديباناج. اي موتور ما عندوش الوراق ولا ما دارش الكاسك فكيتم الاقتياد ديالو مباشره للديباناج. نعم كما شفنا كاينه دابا حمله خطيره مديت بن سليمان. دابا شدوا اكثر من 9 المطر. قام على المباشر، قام على المباشر، هو تم امساك موتور جديد، موتور اخر عاوتاني تم التوقيف ديالو. دابا اكثر من 9 المطر دابا اللي تم التوقيف ديالهم، تم اقتياد اكثر من 4 المطر فوق الديباناج، وما تبقى يشوفوا شنو غادي يديروا معاهم دابا المباشر. نعم اختي بوشرا كلامك صحيح. قفقف مني انت وصعد شبك ما عندك صوت عندك افكي. هاد الحمله بدات من اليوم، هاد الحمله بدات من اليوم. كيف ما كتشهدوا معنا متابعينا الكرام على المباشر، فاي موتور كيتم التوقيف ديالو، اي موتور كيتم التوقيف ديالو وكيف تشوفوا الاوراق ديالو. فكيتم توقيف كل الدراجات الناريه اللي ما عندهاش الوراق ولا ما عندهاش الكاسك. فتشوفوا معنا بث مباشر متابعينا الكرام متابعي قناه شوف تي في. نعم فعدم ارتداء الكاسك.
لا ما كنخوش على البيرمي، كيوقفوا على لاسيرونس والكاسك، لاسيرونس الموتور والكاسك والوريقات ديالو. دابا 11 موتور، دابا 11 و11 الموتور، 11 دراجة نارية اللي تم التوقيف ديالها. هذه مدينة بن سليمان، مباشرة من مدينة بن سليمان. فكيتم توقيف أي موتور، أي موتور جاي، أي دراجة نارية كيتم التوقيف ديالها وفيريفيو مع الوراق. انتم متابعينا الكرام، انتم معنا بث مباشر من مدينة بن سليمان كما كتشاهدوا معنا. اي دراجة نارية، اي دراجة نارية ما عندهاش الوريقات او ما دايرهاش الكاسك كيتم الاقتياد ديالها مباشرة. هذا هو الشارع الرئيسي، نعم الشارع الرئيسي بالمدينة هو هذا. نعم اختي، نعم كلامك صحيح.
كما كتب معنا متابعي قناة شوف في أي موتور ما عندوش الوريقات كيتم إيقاف ديالو كيديو في الديباناج. كاين حملة ديال الماطر، حملة بديت بسليمان، حملة ديال الماطر. أي واحد عنده الوراق في مشي حاجة ولا سيرونس ما خالصهاش أو وراق مشي وما دوك أو ما دارش كاسك كيتم التوقيف ديالو. Para, para.